يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه النهارده فيها عندنا مجموعه من الموضوعات المهمه والمختلفه. طبعا عندنا ملف بنتابعه من امبارح وهو ملف القرارات التاريخيه اللي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالتخفيف على المواطنين في هذه الظروف الاقتصاديه الصعبه. ده هيكون ملف هنشوف النهارده اجراءات الحكومه هتعمل ايه لتنفيذه على ارض الواقع. كمان هيكون عندنا موضوعات مهمه مرتبطه بشكل اساسي بالملفات الاقليميه منها الملف الفلسطيني. الصحف الامريكيه بتتحدث عن قرب الاعتراف رسميا بدوله فلسطين من قبل الولايات المتحده الامريكيه، فهل نشهد هذه اللحظه التاريخيه؟ سؤال مطروح للنهارده للنقاش في 90 دقيقه. عندنا كمان موضوع في منتهى الأهمية وأنا بحب الموضوعات العلمية جدا. دراسة حديثة لوكالة ناسا الأمريكية بتقول أنه حجم القمر بيتقلص، القمر قرين الأرض بيتقلص حجمه. ده معناه إيه وهل ممكن يكون ليه تأثيرات مستقبلية على الحياة في كوكب الأرض؟ كمان هنروح معاكم في زيارة مرة أخرى بعد انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب، لكن الاحتفاء به لا ينتهي والاحتفاء بكل رموزنا ومثقفينا ومبدعينا. والحقيقة أن جوائز معرض الكتاب السنة دي كانت في منتهى الأهمية وبتعكس أيضا ظهور كمان أجيال شابة وأسماء جديدة لامعة في عالم الأدب والرواية والقصة القصيرة والعلوم الحديثة. والنهاردة يعني إنجاز التعبير هيكون معنا في فقرتنا أمسية شعرية عن الكتاب الفائز في الشعر العامي في معرض القاهرة الدولي للكتاب والكتاب الفائز أو الديوان الفائز في الشعر باللغة العربية الفصيحة أيضا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. أمسية شعرية جميلة مع مبدعين حقيقيين هيشرفونا النهاردة في 90 دقيقة. لكن يلا مع حضراتكم نروح للملف الأبرز والأهم ومتابعة قرارات التنفيذية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالحزمة الاجتماعية العاجلة. امبارح طبعا القرارات اللي شرحناها لحضراتكم على مدار البرنامج، طبعا كان النهاردة اجتماع لمجلس الوزراء والجهات المعنية كافة عشان إمكانية طبعا تطبيق أو السعي فورا في تطبيق قرارات السيد الرئيس على الأرض. وكان أيضا السيد رئيس الوزراء ثمن هذه القرارات وأمر كمان كافة الجهات المعنية بالبدء فورا في تنفيذها. عشان كده هنروح مع حضراتكم لسيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. أهلا بك يا فندم منورنا. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني الحقيقة أنا بتذكر آخر مداخلة مع حضرتك وبعديها بيوم جت هذه القرارات كانت متماشية أيضا مع محتوى وفحوى حديثنا آخر مرة، فبنرحب بحضرتك وبنسألك بقى إزاي هيتم تنفيذ هذه القرارات أو أبرز ما خرج عن مجلس الوزراء في تنفيذ تلك القرارات على الأرض. في الحقيقة يا فندم اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء دولة رئيس الوزراء ثمن القرارات المهمة التي وجه أصدرها فخامة السيد رئيس الجمهورية وأكد أن الحكومة ستعمل على تطبيق الفوري لتلك القرارات التي تمثل أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة بلغت نحو 180 مليار جنيه وذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل. وحرص دولة رئيس الوزراء خلال الاجتماع اليوم على إصدار توجيهات للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر ممكن من التحديات الاقتصادية الحالية وخفض تأثيرها على المواطنين. خلال اليوم مجلس الوزراء يا فندم ناقش وضع الإطار التنفيذي للقرارات الحزمة الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك يعني طبعا كما تعلم حضرتك هذا الأمر بيشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والكادرات الخاصة والهيئات العامة الاقتصادية وبالتالي فنحن نتحدث عن
مجهود أو حزمة إصلاحات شاملة لتحسين الدخول، وإن شاء الله سيتم. وكما فهمنا أنه مجلس الوزراء أصدر 15 قرار عاجل النهاردة. في الحقيقة هناك يعني عدة قرارات أخرى يعني من أهمها بطبيعة الحال حزمة الإصلاحات المرتبطة بتحسين الأجور والحماية الاجتماعية، لكن هناك بطبيعة الحال هناك العديد من القرارات الأخرى ذات الطبيعة الاقتصادية وذات الطبيعة التنموية. منها على سبيل المثال هناك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة لكي تتفق مع المعايير الدولية. هناك أيضا عدة قرارات صدرت بشأن لجنة الاستثمار تقريبا ومراجعة العقود اللي داخلة للبلد، وكمان مكتب محاماة، والحتة دي أنا بقولها عشان عايز حضرتك تستطرد فيها وتشرح لنا. في الحقيقة الموضوع اللي حضرتك بتشير له هو يعني لم يكن قرار، وإنما كان بمثابة رسالة واضحة اليوم من دولة رئيس الوزراء على ضوء ما تواتر مؤخرا عن عدد من المشروعات القومية. دولة رئيس الوزراء يعني أكد اليوم على أن الدولة تعمل على قدم وساق من أجل رفع الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين ومواجهة التحديات الحالية من خلال القيام بعدد من المشروعات القومية التي تدر الدخل وموارد ضخمة من النقد الأجنبي. دولة رئيس الوزراء أشار إلى أن هناك لجنة بالفعل مشكلة داخل مجلس الوزراء، لجنة فنية وقانونية لدراسة عروض استثمار في مشروعات ضخمة مهمة. وأكد دولة رئيس الوزراء أنه سيتم خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعانة أو دراسة تلك العروض الاستثمارية الضخمة سيتم الاستعانة بمكتب محاماة عالمي له خبرة واسعة في تلك المشروعات وكيفية إبرام الاتفاقيات الدولية. وأوضح دولة رئيس الوزراء أنه قريبا إن شاء الله عقب الانتهاء من المفاوضات سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المشروعات الاستثمارية الكبرى. وإن شاء الله بنأمل يعني دولة رئيس الوزراء أكد أننا بنأمل أن هذه المشروعات الاستثمارية ستحقق نقلة نوعية في الدولة المصرية، ويعني بنرجو الانتظار لحين الانتهاء من المفاوضات، حيث يعني أكدنا اليوم على أن مجلس الوزراء هو فقط الجهة المعنية بالإعلان عن تلك المشروعات وكافة التطورات في هذا الصدد. جميل جدا. معلش السؤال الأخير لحضرتك بخصوص برضو ما تم الإعلان عنه وفقا لمجلس الوزراء عن بعض المستشارين أو المتعاونين مع وزارة الزراعة، ما فهمناش الخبر قوي، فلو حضرتك ممكن تشرحه لنا. حضرتك تقصد قرار صادر اليوم؟ امبارح يعني ممكن أجيب لحضرتك صياغته حالا عشان برضو نقدر نقوله بشكل صح. عزل 90 موظف بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء. حاضر يا فندم. حضرتك بتتكلم على مخالفات البناء بالفعل. يعني اليوم أمس كان في اجتماع هام جدا مرتبط بمتابعة المخالفات، مواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية. هذا الأمر كما تعلم هو أمر مهم جدا في إطار يعني مواجهة تلك المخالفات التي تمثل تهديدا للأمن الغذائي. يعني خلال الاجتماع أمس يعني الاجتماع كان منعقد للنظر في تفعيل وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 في المتعلق ببعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، حيث إن شاء الله سيتم أعلن السيد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون إن شاء الله في موعد أقصى 22 فبراير المقبل. خلال 22 فبراير ده ميعاد نهائي لإصدار قانون المخالفات على الأراضي الزراعية.
اصدار اللائحه التنفيذيه للقانون يا فندم. اللائحه التنفيذيه. النقطه اللي حضرتك بتشير ليها المتعلقه بالموظفين العاملين بس الناس دول جوه الوزاره ولا يعني ايه وضعهم في الحقيقه يا فندم؟ يعني كما تعلم الدوله تواجه مخالفات البناء بكل حزم، وبالتالي ليس فقط فرض غرامات على المتعدين على الاراضي الزراعيه، ولكن ايضا مواجهه الموظفين المتقاعسين عن متابعه ورصد تلك المخالفات. وده شيء جيد جدا الحقيقه، ده شيء يعني متابعه ورقابه. معالي السيد وزير التنميه المحليه اكد خلال الاجتماع انه تم توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين في الوحدات المحليه والجمعيات الزراعيه، وانه على سبيل المثال تم عزل 4 رؤساء وحدات محليه و4 نواب رؤساء وحدات محليه و5 مديري حمايه اراضي و7 مديري ادارات زراعيه، وكذلك ايضا عزل 90 من الموظفين بالادارات الزراعيه، فضلا عن احاله 101 من العاملين بالوحدات المحليه للنيابه الاداريه، وكذلك 63 فني تم احالتهم بالاداره الهندسيه للنيابه العامه. فيعني بنحييكم على القرارات دي الحقيقه، لان قرارات طبعا الدولة عازمة على مواجهة التقاعس لأنه مرتبط بالأمن الغذائي للبلد. طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، كلام مهم جدا بيقوله لنا سيادة المستشار النهاردة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات السيد الرئيس، وأيضا القضية اللي توقفنا عنها حملة كبيرة على المتقاعسين في عدم تنفيذ ما يتعلق بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية. أيضا في نفس الموضوع وهذه القرارات، وكنا بنبحث ده من الأمس، ربما أيضا بعد قرار مجلس الوزراء نستفهم أكثر من الأستاذ أحمد السيد وكيل وزارة المالية للشؤون الموازنة. بنرحب بك يا فندم، أهلا بيك أستاذ أحمد السيد. أهلا بيك. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. وطبعا امبارح كانت القرارات الرئاسيه التاريخيه، النهارده مجلس الوزراء بيتابع التنفيذ. انتوا دوركم كوزاره ماليه بقى وازاي هتقدروا توفروا هذه المبالغ، وعندنا كمان الموازنه الجديده في شهر 7، فلو حضرتك تضعنا في الصوره يعني ايه اللي هتقوم بيه وزاره الماليه. تمام يا فندم، اسمح لي بعد اذن سيادتك بدايه كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين. وحضرتك طيب. طبعا زي ما تفضل وقال السيد المستشار المتحدث عن مجلس الوزراء، ان دوله رئيس مجلس الوزراء سمن طبعا التوجهات الصادره عن فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانها بتيجي في توقيت فعلا مهم جدا. مهم للغايه. تخفف عن اعباء المواطن المصري، خاصه ان هذه التوجهات هتغطي قطاع عريض جدا من المواطنين المصريين، سواء كان العاملين في الجهاز الاداري للدوله من وحدات اداره محليه وجهاز اداري وهيئات عامه خدميه وهيئات عامه اقتصاديه وكادرات خاصه، بالاضافه سيادتك للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام. كذلك سيادتك معنيه باصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم وبرنامج تكافل وكرامه، حتى العاملين في القطاع الخاص بيستفيدوا من هذه الحزمه من خلال رفع حد الاحفاء الضريبي اللي بيستفيد منه العامل في الحكومه والقطاع الخاص. دي طبعا اعباء عليك ووزاره الماليه طبعا دلوقتي بتشوف بقى هندبر ده ازاي. بالظبط يا فندم. طبعا الحزمه هي الاكبر على مدار التاريخ، الحزمه اجتماعيه ب 180 مليار جنيه، بمجرد توجيه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جات لنا التوجيهات بالعمل على وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ الفعلي بصياغتها في الادوات التشريعيه اللازمه، منها ما يصدر بقانون ومنها ما يصدر بقرارات رئيس مجلس الوزراء. فطبعا كوزاره ماليه معنيين باعداد هذه القوانين والتشريعات لعرضها على او وضعها في الاطار التنفيذي مرورا بمجلس الوزراء انتهاء بمجلس النواب بالاقرار ان شاء الله، عشان يتم التنفيذ ابتداء من شهر اول مارس ان شاء الله 2024. اما بالنسبه الاعتمادات دي كما فهمنا هي فائض الموازنه. هو سيادتك طبعا احنا بندبرها من خلال الاحتياطات العامه المختصه، وفي نفس الوقت لو الاحتياطات ما بتكفيش بيتطلب الامر الدخول لمجلس النواب لعمل اعتماد اضافي لمواجهه هذه التكلفه. وفيما يتعلق سيادتك مع شرط ان بدءا من السنه الماليه اللي هتبتدي في 1/7/2024
هيكون فيه واخدين في الاعتبار العبء المترتب على هذه التكلفه في مشروع الموازنه اللي نتقدم به في موعد غايته نهايه شهر مارس الى مجلس النواب. اما فيما يتعلق سيادتك بهذا العام فقد يتطلب الامر اعتماد اضافي ندخل به مجلس النواب ايضا. لكن طبعا اللي يهمنا دلوقتي ان هي ترجمه هذه التوجيهات في صياغه قوانين معنيه للعرض بها على مجلس النواب لانفاذها بدءا من مارس 24. طيب كمان في 120 ألف بقى من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، ده برضو عيب ده دي من ضمن ال 180 ولا ده برضو يعني هيكون من ضمن ال 180 سيادتك؟ لأن ال 180 مليار جنيه تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15 ده للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% علاوة خاصة من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيه ودون حد أقصى بتكلفة سنوية 11 مليار جنيه. كذلك في زيادة في قيمة الحافز الإضافي بمبلغ 500 جنيه للدرجة الستة وصولا إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة مالية قدرها 37.5 مليار جنيه. هاتين الأداتين إن لم تكن تصل ل 1100 جنيه للدرجة الستة أو الخامسة أو الرابعة فبنوصل الموظف كحد أدنى للزيادة 1100. اما الدرجات الثالثه والثانيه والاولى 1100 جنيه، اما الدرجات المدير العام والعاليه والممتازه 1200 جنيه بما يعني بمعنى اصح زياده حقيقيه في دخول المستويات الوظيفيه هذه. كان طبعا التوجيهات بتاع فخامه السيد الرئيس الاهتمام بقطاع التعليم والصحه باعتبارهم الاكثر تاثيرا في حياه المواطن المصري، فكان في محورين مهمين وجه بهم فخامته. الجزء الاولاني هو جزء تحسين اوضاع ماليه استدعى اعضاء هيئه التدريس اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصريه من خلال تحريك او زياده حافز الجوده ومكافئات التدريس والاشراف على الرسائل العلميه. وفيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي هي زياده بدل المعلم وحافز الاداء ومكافئه الامتحانات. اما بالنسبه للاطباء فكان في تحسين من خلال زياده بدل مخاطر المهن الطبيه وزياده بدل السهر والمبيت. ده كان محور خاص بتحسين اوضاع ماليه للقائم على الخدمه بالفعل حاليا. المحور الاخر هو مد هذه القطاعات الحيويه بمزيد من العماله الفنيه بحيث تساعد على تجويد الخدمه والاتاحه المنطقيه ليها. فده من خلال 6 مليار جنيه لتعيين 120 الف من اعضاء المهن الطبيه والمعلمين والعاملين بالجهات الاخرى. وفقا لمتطلبات الشغل الحديثة التحول الرقمي، فده برضو توسع أفقي في تقديم الخدمة بحيث يكون في سيادتك ضمانة كافية بتوفير القوى العاملة في هذه القطاعات الحيوية باعتبار أن التعليم طبعا كان عندنا نقص كده. كمان في عدد المعلمين محتاجين نغطيه وفي المهن الطبية برضو وإحنا في زمن أوبئة وبتاع محتاجين ده طبعا. كان توجيه سيادته أن لابد من توفير القوى العاملة أو القوى البشرية الفنية المتخصصة عشان تقدر تسد هذا العجز والوفاء طبعا بمتطلبات تقديم الخدمة الصحية والتعليمية. مفهوم. معلش اسأل حضرتك اسأل حضرتك معلش سؤال خبيث شوية. هو الموازنة العامة دي هتبقى أصعب ولا الموازنة العامة القادمة هتبقى أصعب؟ والله سيادتك هي أي موازنة بطبيعة الحال بيبقى فيها تحديات بغض النظر، وده بيتوقف سيادتك على قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات اللي عليها. وأعتقد إن يعني القرارات اللي بتصدر بيبقى فيه رؤيه ان فيه موارد تغطي، وده اللي ترجمه الموازنه العامه للدوله. فان شاء الله باذن الله تعالى الترجمه الحقيقيه لهذه المخصصات تنعكس على الاداء الوظيفي لاداره بلاب العمل الحكومي وتقديم الخدمات وبالتالي تبعيتها على انتاجيه الموظف او المواطن بصفه عامه. طبعا الموازنه بتعتمد على الفائض اللي بتحققه وخدمه الدين والضرائب اللي بتحصلها طب انا فاهم يعني هي مجموعه كبيره، لكن انا سالت سؤال واضح، هل الموازنه الجايه هتبقى اصعب من موازنه هذا العام ولا اسهل؟ هو سيادتك كل موازنه لها ظروفها ولها تبعاتها، وده يتوقف على اوضاع اقتصاديه على المستوى العالمي وعلى المستوى القومي. مفهوم. واحنا بنتحول سواء كان في الموازنه الحاليه او الموازنه القادمه، لكن بطبيعه الحال ان شاء الله باذن الله تعالى القادم يكون احسن باذن الله، يعني في تنميه موارد الدوله، وبالتالي يعني يكون المشاكل تنحصر شويه. احنا الحمد لله رب العالمين
صمدت الموازنة في ظل أحداث كان صعبة جدا في ظل كورونا، في ظل حتى الأوضاع القائمة حاليا في الأحداث الحرب الروسية الأوكرانية. فأعتقد سيادتك أن المتغيرات العالمية بقت متسارعة، وتيرتها متسارعة، وبقت سيادتك الاقتصاد علم اجتماعي بيتأثر بالأحداث على مستوى أي قطر في دول العالم بتوصل مفهوم تبعات وهكذا مفهوم، وله علاقه باللي بيحصل في قناه السويس واللي بيحصل كده حضرتك فده اوضاع واللي بيحصل في سلاسل الامداد مفهوم بالظبط كده، ضعف سلاسل الامداد على المستوى العام، فبالتالي ده بكل تبعاته على الموارد، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى القادم احسن ان شاء الله. طبعا من ضمن الزيادات تسمح لي بعد اذن سيادتك برضو اصحاب المعاشات ال 15% بيستفيد منها 13 مليون مواطن بتكلفه 74 مليار جنيه. طبعا كان قائمين على برنامج تكافل وكرامه كان لهم برضو نسبه زياده 15% علما بان هم كان في زياده في شهر ابريل الماضي وشهر اكتوبر الماضي بنسبه 40%. اذا الزياده الجديده 15% عن 40 55% في اقل من سنه. كذلك حضرتك رفع حد الاحصاء الضريبي اللي هو وصل ل 60,000 جنيه من 45,000. وبالمناسبه اسمح لي بعد اذن سيادتك، فكره الاحصاء الضريبي يعني احنا خلال سنه واحده بس من يونيو 23 كان الإحصاء الضريبي 24,000 جنيه، وصل في يونيو 23 إلى 36,000، وبناء على توجيه السيد الرئيس في أكتوبر 23 رفعنا حد الإحصاء من 36 ل 45، والتوجيه الأخير الصادر عن فخامته بنرفع من 45 ل 60,000، يعني في من يونيو 23 حتى مارس 24 في تحرك من 24,000 ل 60,000، يعني نسبة كبيرة جدا في الإحصاء الضريبي. والدكتور معيد بيكلم نفسه أكيد وحضرتك طبعا. طبعا يا فندم ما هي تبعاتها، بس طبعا احنا إن شاء الله بإذن الله تعالى مع يعني كل التقدير والاحترام يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى يا فندم زي كل ليه تبعات في أداء الخدمات لدى إدارة دولاب العمل الحكومي وتقديم الخدمات سواء كان في التعليم والصحة، لأن ده سيبقى بكل ليه مردود على الاقتصاد أصلا، هو الهدف من البرامج الحمايه الاجتماعيه طبعا بتساهم وبتخفف الضغط، لكن في نفس الوقت لها انعكاس على الاداء الوظيفي في الصفه عامه، وده المطلوب طبعا. يعني الموازنه هي ترجمه طبعا لخطه الدوله عشان اعاده استخدام الاموال في اوجه الاوجه اللي هي تكون نافعه للمواطن نفسه، لان هو في النهايه هو الممول للموازنه، فبالتالي من حقه ان هو طبعا منافع الموازنه نفسها تنعكس عليه سواء كان في خدمه تعليميه او خدمه صحيه او زياده دخل، سواء كان سيادتك صاحب معاش او موظف عام او بيستفيد من برنامج تكافل وكرامه. انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا الاستاذ احمد السيد وكيل وزاره الماليه لشؤون الموازنه، بشكرك يا دكتور شكرا جزيلا. وان كان رفض يقول لي انهي موازنه هتبقى اصعب، بس تمام. هنروح بقى لموضوع تاني، موضوع طبعا تطورات الموضوع في فلسطين وفي قطاع غزه، في تطورات كتيرة بتحصل الأيام دي، وطالما بلينكن في المنطقة لازم تعرف إنه في تطورات. أبرز التطورات دي إنه ويمكن كنت حكيت لحضراتكم بعضها إمبارح، كان في ملف الهدنة وتبادل أسرى، الملف ده كان بحثه تم بحثه في باريس، تم تقديم برعاية مصرية قطرية النسخة الجديدة من الهدنة والاتفاق. يعني حماس ما وافقتش على بعض الحاجات واسرائيل ما وافقتش على بعض الحاجات، فلسه الكلام والمناقشات رايحه جايه، وكنت استعرضت لكم امبارح البنود يعني واهم ما جاء فيها. وده طبعا بعد ما حركه حماس اعلنت انها سلمت ردها للوسطاء مصر وقطر، وقالت ان انا بتعامل مع هذه المبادره والمقترح بروح ايجابيه وبنسعى الى وقف اطلاق النار الشامل والكامل. الحقيقه كمان العالم في نغمه متصاعده، واعتقد لو قدرنا نخرج بهذا المكسب رغم قدر كبير من الخسائر اللي وقع في قطاع غزه في المدنيين وفي القطاع، هنطير بقى مع حضراتكم للولايات المتحده الامريكيه، لان عندنا ضيف عزيز على قلوب المصريين جميعا وله محبة خاصة في نفوسنا جميعا، وبنحب دايما كل شوية ان احنا نكلمه نزعجه شوية عشان يشرح لنا ماذا يحدث في العالم ويفسر لنا عجائب هذا الكون وغموض كتير من الموضوعات المتعلقة به، دايما بأسلوبه البسيط الجميل وضحكته الجميلة واسمه الكبير
بيبقى كمان مصدر موثوق ان احنا بناخد معلومات صحيحة موثقة ومش هبد علمي. فاسمحوا لنا نستقبل معاكم على التليفون الدكتور فاروق الباز العالم المصري والعالمي الكبير. اهلا بيك يا فندم منورنا. اهلا بيك، الله يكرمك على المقدمة العظيمة دي. انت ضيف عزيز دائم علينا دكتور، برحب بيك كل سنة وانت طيب. انت طيب، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. معلش هنزعجك بقى النهارده في موضوع علمي، لكن ما فيش افضل من الدكتور الباز هو اللي يقوله لنا طبعا. وتاريخ تاريخ حضرتك مرتبط بالقمر تحديدا، ولقينا دراسه لوكاله الفضاء الامريكيه ناسا بتقول انه حجم القمر بيتقلص، وانه بالفعل تقلص حوالي 46 متر على مدى ملايين السنين، ودي مساحه جيولوجيه كبيره لكنها مش هتأثر على الأرض. بس الموضوع انتريجينج كده أو مايند بلوينج، يعني بيخليك عايز تتأمل في الكون وتعرف التفاصيل والأحداث وعجائب هذا الخلق. فلو حضرتك تشرح لنا الموضوع ده ببساطة كده نستمتع مع حضرتك. والله احنا عارفين إن الكواكب على وجه العموم وبعض الأقمار زي القمر بتاعنا في حركات بركانية، يعني مثلا القمر في سطح القمر بتغطي في صخور بركانية. صخور بركانية دي جت من ايه؟ جت من داخل القمر، جت من تحت القشرة بتاعت القمر. تطلع حاجات منها سوائل وبخار وهواء وهيفا. فدي الحاجات دي بتطلع، والحاجات اللي هي الغازية بتختفي عنه، والحاجات اللي هي سايلة زي الحاجات السوداء اللي هي بتطلع مع البراكين بتتحرك بتفضل على السطح. معنى ذلك انه في حاجات بتطلع من داخل الكره القمريه بتطلع وبتختفي جزء منها، وبيفضل جزء منها على السطح. النتيجه بتاعتها ايه؟ يبدو ان النتيجه بتاعتها ان الجسم بتاع الكوكب او القمر بيصغر شويه، لان كل شويه بتطلع منه حاجات بتتنفس من بعدها. يعني هل لسه في براكين ثائره لغايه دلوقتي في القمر؟ لا دلوقتي في، ايوه احنا عارفين ان في بتحصل حاجات دلوقتي. لان احنا كان رحلات أبولو كانت ثابت مجسات عشان تسمع صوت وتشوف الهزات. ما زال في هزات، ما زال في حاجات، معناها لسه في حركات. ما نعرفش ان هو بيتنفس ولا لا، انما في حركات على القشره بتاع القمر. بس انا قريت ان هم اعترفوا بانه في زلازل بتحصل على القمر، ده مش عارف دي معلومه. ما فيش شك. وكمان يعني في زلازل بتحصل على القمر فعلا. ما فيش شك. الله. وليه كده؟ لان كل ما تيجي تخبط حاجه صغيره كده تخبط في القمر، يعني نايدك غير خالص، تخبط في القمر الجزء الكتل من القشره الارضيه، القشره القمريه بتاعته لانها كتيره بتتحرك، والحركه دي اسمها الزلزال. ايوه. وهو اصلا القمر كان جزء من الارض اعتقد، وانفصل يعني، لو صحح المعلومه. لا ما نعرفش، ما نقولش ان هو هكذا يقال، يعني انه كانوا كتله واحده وانفصل. الغالب انهم تكونا في نفس الوقت من الزمن. يعني تكونا من نفس الام وفي نفس الوقت تقريبا، او كان في حاجه كبيره كده انفصلت الى حته صغيره وحته كبيره، الصغيره عملت القمر والكبيره عملت الارض. طيب ما يحدث من عمليه انكماش دي لا تؤثر على كوكب الارض ومناخه وطبيعته بشكل باي شكل من الاشكال، او حركه البحر والمد والجزر او مثلا يعني؟ لا على الاطلاق، على الاطلاق. المد والجزر والكلام ده وارد لان الميه هي اللي بتتحرك، لكن الكتل بتاعت القشره الارضيه ما بتتحركش نتيجه لهذه التغييرات البسيطه. طيب دكتور، طب ما احنا كانوا بيقال يعني، وكنا بنتفرج دايما في الافلام، والافلام كلها بتتحقق دلوقتي، انه القمر ممكن يكون هو المهرب للبشريه في حاله فناء الارض، واحنا شكلنا يعني بنقرب من مرحله الفناء دي. فايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ ايوه كلامك. ما اينشتاين كان بيقول الحرب العالميه الثالثه مش هنبقى عارفين السلاح، نبقى عارفين السلاح مدمر فيها عامل ازاي، لكن الحرب العربيه الرابعه هنكون بالحجاره.
اينشتاين اللي قال، فواضح ان هي قربت يعني. يعني على العموم ناسا عامله حسابها على ده، وعايزين يعملوا ايوه ازاي بقى عامل حسابهم القطب الجنوبي للقمر. هيحصل فيه يعني استكشاف كبير جدا لانها حته معقوله من ناحيه درجه الحراره، ومعقوله من ناحيه هتشوف الشمس قد ايه، لان الشمس ما يصحش ان الواحد يقعد تحت الشمس 14 يوم غير ما يبقى في ظل تحت القمر ما فيهوش خلاف جو. فهناك يعني بعض التفكيرات، بعض الناس تقول هذا الكلام. جميل جدا. احنا دلوقتي احنا كمان لو يعني احنا برضو سامعين انه دلوقتي في رحلات المتجهة للجانب المظلم، الصين بيحاولوا والهند بيحاولوا والامارات بتحاول، يعني العالم كله رايح للقمر. انت ايه اكتر حاجة حابب تقولها لينا فيما يتعلق بشكل الحياة القادم وربما انتقلنا للفضاء، بما انه المواضيع دي كمان بتثير التأمل عند الشباب كمان تحديدا وعندنا كلنا كمصريين؟ يعني ليس هناك اي شك ان الانسان على وجه العموم بيفكر في اماكن يمكن يعيش فيها، والاماكن دي فين؟ في الكون. يعني عندنا الشمس وعندنا كل الاقمار بتاعت الشمس والكواكب بتاع الشمس، والكواكب دي حواليها اقمار. طيب الاقمار دي هل ممكن نعيش فيها ولا لا؟ هل فيها حياه ولا لا؟ هل ممكن حياه نستفيد، هل ممكن نستفيد منها ولا لا؟ كل هذا ابحاث في علم الكون. ويعني واحنا يعني بنعمل اللي ربنا عايزنا نعمله. انظروا الى ما خلق الله من حولكم، يعني شوف ايه اللي خلقه الله، والخلق ربنا خلق لنا كل هذه الاشياء لنتفحصها لكي نفهمها. طبعا. طب دايما بيقولوا ان الاقمار هي اللي فيها يعني امكانيه وجود حياه، زي وقيل سعيد يعني على مدار السنوات طبعا حتى في الاقمار المتعلقه بكواكبنا في المجموعه الشمسيه دايما بيميلوا الى امكانيه لو اكتشفت حياه هتبقى غالبا في الاقمار دي، هل او ذا موست لايكلي يعني، هل ده حقيقي؟ السبب في ده ان الكواكب بتاع المجموعه الشمسيه ما فيهاش احتمال لحياه، لان ما فيهاش احتمال غلاف جوي بالظبط غازي زي بتاعنا. فدي يعني مشكلة، يعني لو كان يعني الزهرة ما هو كويس جدا ممكن تبقى فيه حياة، بس ما فيهوش قريب أو للشمس، الغلاف الجوي ما يسمحش بإن فيه حياة، لأنه بتنزل فيه الشمس وتبقى صعبة جدا، ما يقدرش يعيش فيها بني آدمين. معنى ذلك إنه في الأماكن في أو هناك أماكن لا يصح أن تكون فيها حياة، لأن درجات الحرارة والغلاف الجوي كذا كذا ما يسمحش. طب يا دكتور معلش سؤال اخر. يعني فيما يتعلق برضو، وحضرتك كنت خبير في مجال الاستشعار عن بعد واستكشاف موارد وثروات الارض، في الجزئيه دي تحديدا البعض او بدانا نقرا كتير قوي ابحاث كتيره وجديده، البعض بيتوقع ان احنا قربنا قوي من مرحله الاستنزاف موارد الكره الارضيه بشكل كبير جدا وبدايه الخطر الحقيقي على الانسان وانقراضه، هل انت بتميل للفرضيات دي ولا بترى انه ممكن الانسان يجد بدائل وان كانت حالته كرب الانسان دلوقتي؟ والله ممكن جدا احنا نقول ان الانسان حالته كرب، بس انت لو رحت في اي حقبه من الزمان قبل كده كان حالته كرب كمان. على ذلك ان الانسان يعني الحاجات اللي حواليه بتبقى صعبه، ولكن خلق الله لنا العقل والفكر، واحنا ممكن جدا ان احنا نفكر ونعقل ونعيش في اي ظروف مختلفه، ان احنا نهيئ الجو ليحقق لنا الحياه الكريمه الهادئه. يعني الانسان عنده عقل، والعقل ده يفكر كويس ممكن يخرجنا من اي بلاوي. صح. طب امكانيه وجود بقى حياه اخرى، ده حاسس ان احنا قربنا، كل شويه بتطلع حاجات كده في العالم، والكونجرس كان بيناقش تقارير قريب في لجنه على جنب كده وخدت اهتمام اعلامي وبعدين اختفت، امتى هنعرف ان في ناس تانية معانا في الكون؟ دي قناعتي الشخصيه ان في ناس تانية او اقوام تانية او جماعات تانية، امتى بقى هنوصل للمرحله دي يا دكتور؟ يعني القصه الحقيقيه هي انه الكون شاسع وواسع طبعا، الشموس عديده والاقمار اللي حول الشهاز الشموس
بلايين مش ملايين بالبلايين. فهل يعقل ان الشمس هي الوحيده اللي حواليها حاجه زي الارض بالظبط فيها حياه؟ مستحيل ان الكون هذا كبير جدا، فاحنا عارفين واخدينها من المنطق ده، فلازم يكون في الكون اشياء كثيره جدا تسمح بالحياه، ودي حقيقه علميه. لازم يكون في الكون اشياء يعني اماكن عديده جدا تسمح بالحياه، تبقى زي الحياه اللي هي اللي بتسمح بها الارض كمان علميا كده ما فيش شك. وتلسكوب جيمس ويب ده مش شايف حاجه، مش جايب حاجه دلوقتي اصلا لحد دلوقتي ما نعرفش. والمهم ان احنا ايه، ان خلق الله لنا يعني العقل والامكانيه ان احنا نفكر ونبحث. طبعا هناك احتمال في الكون فين؟ فين يا ربي؟ ونشوف حول الكواكب المختلفة وأخبارها وكواكب أخرى أو شموس أخرى، وكل هذا مستمر ويعني والعقل بتاع الإنسان يسمح لنا ذلك. البعض بيقول إنه ممكن يكون في أقوام تانية لكن في أبعاد أخرى ما يدركهاش الإنسان، لأن الإنسان بيدرك فقط أبعاد الطول والعرض والارتفاع ومعها الزمن. حضرتك عارف طبعا النظريات التاريخية والفلسفية دي، فممكن طبعا وارد وارد بس احنا خلينا نتكلم في الأبعاد التي نفهمها. والأبعاد التي نفهمها هناك بلايين الشموس اللي ممكن يكون حواليها بلايين بلايين من الكواكب، وإن واحد أي واحدة من دول يكون فيها الاحتمالية للحياة لأنها قريبة من شمسها وهكذا. فالاحتمال قائم، ليس هناك أي شك. ليس هناك أي شك. طيب ونظريات الكوانتم وتفسيرها في الفضاء وفكره انه العالم كله وان كونشس او وعي واحد، ايه رايك في حضرتك في التفسيرات الروحانيه الجديده بناء على التفسيرات الفيزيائيه والنظريات الفيزيائيه الجديده؟ ايه رايك في حضرتك في القصه دي؟ وارد جدا. وارد الانسان يفكر في حاجات زي كده، وارد جدا ان احنا نفكر في هذا التفكير، لانه لا 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 مش هيضرنا الفكر ده، ما يضرنا. لا ما اعتقدش انه ده بيضرنا في شيء، بالعكس يا ريت كلنا نبقى وعي واحد يعني شيء او وعي الهي مستمد يعني، ليه لا؟ صح. انا بشكر حضرتك ومستمتع جدا بالحديث معاك الله يخليك، شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب، تنورنا. كل سنه وانت طيب وجميعا، وكل سنه وكل المستمعين طيبين. شكرا جزيلا دكتور فاروق الباز العالم المصري الكبير، شكرا جزيلا. يعني ربنا امرنا بالتفكر و ونشوف كيف بدأ الخلق يعني. فخلونا نروح لحضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل بقية موضوعاتنا. خليكم معانا. أهلا بحضراتكم. يا ترى إيه هي كواليس القبض على مستشار وزير التموين المتهم الأول في قضية الفساد الكبرى؟ طبعا احنا سمعنا عن القضية دي، لكن يوم بعد يوم بتتكشف مزيد من التفاصيل في هذه القضية الغريبة والعجيبة والمريبة. الحقيقة انه في عز ما المواطن كان بيعاني من ارتفاع الأسعار، الأجهزة الأمنية كانت بترصد تقريبا من شهر 5 اللي فات جهد كبير لضبط أباطرة التجار اللي بيحتكروا السلع الغذائية، وخاصة السلع اللي فيها ندرة زي أسمة السكر مثلا. والحقيقة أنه مش بس التجار تم ضبط بعضهم، لكن كمان عدد من المسؤولين في مواقع مختلفة تم أيضا الإيقاع بهم، وكشفت كمان تحريات الشرطة والنيابة عن تلاعبهم بالأسواق وبمقدرات الناس وبقوتهم. موقع بصراحة الصراحة حلو، موقع بصراحة الصراحة دي، موقع بصراحة الصراحة كان فرض بنشر التفاصيل الكاملة لليلة القبض على مستشار وزير التموين وعدد من التجار والمسؤولين في الشركات في القضية اللي بتحمل اسم قضية الفساد الكبرى برقم 3173 لسنة 2023، حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بقضية رشوة مستشار وزير التموين. وكمان كان فيها عدد كبير من المضبوطات في بيتين مملوكين لمستشار وزير التموين. وتفاصيل جديدة تكشفت الأستاذ الصحفي الكبير الأستاذ محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة والصديق العزيز. بنرحب بيك يا أستاذ محمود.
استاذ حسام، الحقيقه والله انا مبسوط اني مع حضرتك على الهواء. اهلا بيك. وانا كمان والله بجد والله بحييكم طبعا على انفرادكم بتفاصيل مهمه وكاشفه في قضيه مهمه بتمس حياتنا اليوميه بشكل كبير، وكنا بننتظر معرفه مزيد من التفاصيل. قول لنا بقى ايه اخر ما توصلت اليه في بحثك؟ وانا سامع ان في كلمه سر في الموضوع ده، بس هنجيلها بعد دي، السؤال اللي بعديه هنجيلها. بالظبط. الاكيد انه هذه القضيه هي واحده من اهم القضايا التي تهم الراي العام المصري في 2023 2024، في ظل ان ازمه السكر كانت بتصل في بعض الفترات الزمنيه ل 59 60 61 جنيه، وكل الناس كانت بتسال ليه السكر وصل لهذا الامر. كان في احد كبار الموظفين داخل وزاره التموين يحمل تايتل وظيفي بعنوان مستشار وزير التموين، وما بقول مستشار وزير التموين يعني الملاصق لوزير التموين في كل تحركاته. هذا الرجل كان بيمنح بعض رجال الاعمال بالمخالفه للقانون وبالتحايل على القانون عدد كبير من الحصص التموينيه لسلعه السكر المفروض تروح لناس ثانيه، بتروح لهذه الاشخاص لدرجه وصل انه في بعض بيسهل يعني ممارسه احتكاريه، بيسهل ممارسه احتكاريه بالمخالفه للقانون، لدرجه وصلت انه في بعض المواقف منح رجل اعمال 900 طن سكر، وده رقم كبير جدا وحجم كبير جدا دفع كل اجهزه الرقابه والتحري الى الوقوف على كل هذه التفاصيل المختلفه. السؤال المهم هنا الصلاحيات اللي كانت للمتهم الاول مستشار وزير التموين، صلاحيات تخض كالاتي: هذا الرجل كان مستشار لوزير التموين جاي من المعاش. 2، هو القائم والمشرف الاول على وظيفه قطاع الرقابه والمتابعه داخل ديوان عام وزاره التموين. يعني هو مستشار وزير لشؤون الرقابه والمتابعه. لشؤون الرقابه والمتابعه. الرقابه اللي احنا لساننا الدلدل عليها بقالنا سنتين. رقم 3 وده الاخطر، وهذا الرجل هو المسؤول الاول عن اعداد كل المذكرات اللازمه للعرض على الوزير فيما يتعلق بالاتي: الحصص التموينيه على مستوى الجمهوريه. رقم 5، ان هذا الرجل كان عضو في لجنه تسعير السلع على مستوى الجمهوريه. وكلمه لجنه تسعير السلع على مستوى الجمهوريه هو كان بيستغلها لانه كان بيبقى عنده معلومات مسبقه انه سعر السكر او سعر القمح او سعر الذره او سعر الزيت هيزيد كمان اسبوع او شهر او شهرين. فكان بيفصح بتلك المعلومات بشكل غير مباشر وبشكل غير شرعي لبعض رجال الاعمال، فبيستغلوا هذا الامر انهم يسحبوا كميات كبيره من السلع الاساسيه الاستراتيجيه اللي بتهم المواطن المصري فيما بعد في مخازن بقى في غيره، وبيحتكروها وبعدين بيستغلوها في السوق السوداء. كل الممارسات الاحتكاريه دي الاجهزه الرقابيه اشتغلت عليها، وللعلم هذا المتهم وباقي المتهمين تم القبض عليهم في 4/12/2023. لكن هنا في نقطه مهمه انا مسكتها في التحقيقات بتلفت قد ايه الاجهزه الرقابيه عندنا كانت عينيها صاحيه وايدها على الفساد. بيقولوا بيتابعوهم من شهر 5 باين. اول واقع تسجيل صوتي، اول واقع تسجيل مكالمات هاتفيه كانت بتاريخ 7/5. يعني الاجهزه الرقابيه كانت عينها على هذا الشخص ويمارس كل هذه الاعمال من 7/5 لحين تم ضبطه في 4/12. فده بيعكس انه هنا في ايد او في قرار واضح انه الضرب بيد من حديد على كل فاسد. 2، ودي رساله مهمه، المستشار او المتهم الاول في هذه القضيه اللي اطلقنا عليه قضيه الفساد الكبرى في وزاره التموين، هذا المتهم تم القاء القبض عليه من مكتبه في وزاره التموين في المقر الجديد بالعاصمه الاداريه الجديده على بعد امتار قليله من مكتب وزير التموين. ودي رساله من الاجهزه الرقابيه. ده اول مسؤول كبير يتقبض عليه في العاصمه الاداريه الجديده. بالظبط، هذه رساله من الاجهزه الرقابيه تحديدا ومن صناع القرار في هذا الملف انه مفيش حد فوق الفساد ومفيش حد ليه فواتير على البلد انه يخالف او يرتكب اي جرم. الجزء الاخطر وانا بألف في الورق هي القصص، مش قصه سكر بس، ده كمان سلع غذائيه اخرى استراتيجيه تهم المواطن المصري. على سبيل المثال منح لاحد رجال الاعمال كميات كبيره من سلعه القمح بالمخالفه للقانون، ده ترتب عليه في بند واحد بس وفي عمليه واحده الاجهزه التحقيق قدرت هذا الامر تقريبا ب 13 14 مليون جنيه، لانه وزع هذه السلع بسعر اقل من السلع المتاحه في ذلك الوقت، برضه بايه؟ باستغلال صفته الوظيفيه. النقطه الاخطر ان هذا الرجل كان دور الوقت هو حلقه الوصل ما بين وزاره التموين كوزاره ككيان وما بين كل الشركات التابعه لوزاره التموين، شركه السكر، شركه المواد الغذائيه، شركه الصابون، شركه كذا، شركه كذا. فهذا الرجل كان بيستغل صفته في الوزاره انه يكلم كل رؤساء مجالس ادارات والقيادات التنفيذيه في الشركات التابعه للوزاره فيقول له نبي بتاع السكر هيجي لك فلان الفلاني بسهل، ونبي بتاع الصابون، ونبي بتاع الزيت. الاخطر ايضا
الاخطر ايضا انه ما بيشتغلوش بس في السكر وفي القمح، بيشتغلوا ايضا في الصابون. ومنح احد كبار رجال الاعمال وعنده عدد كبير من الشركات العامله في قطاع الاغذيه كميات كبيره جدا من الصابون بالمخالفه للقانون وباسعار اقل من الاسعار التي تباع بها هذه الشركات. كل المخالفات المختلفه دي لما نيجي نحط ايدينا عليها نكتشف انه وازاي هذا الرجل بهذه الاختصاصات الكبيره بهذا الفساد كان سبب اساسي في ازمه السكر اللي كنا بنشوفها. الحقيقه انت بتقولي تفاصيل مذهله. الجديد يعني ازاي الرجل ده هو المسؤول الاول عن الرقابه والمتابعه ومستشار ويكون سبب رئيسي في عدد من يعني ده شيء الجديد لا يصدقه عقل. الجديد هذا الرجل كان اي وقعه رشوه في التاريخ، انا اشتغلت قضايا رشوه كتير. اي وقعه رشوه راشي ومرتشي ووسيط. بألف في الاوراق مش لاقي وسيط. المفروض في راشي ومرتشي ووسيط. انا بألف في الاوراق لقيت طرفين، لقيت الراشي والمرتشي. المرتشي هو المسؤول مستشار وزير التموين والراشي اثنين من كبار رجال الاعمال واصحاب البراندات الكبيره جدا في مجال السلع الغذائيه. مش دول جابوا برضه. ده كمان بيكشف لك انه مدى الجرم اللي هذا الرجل وصل اليه لان ينفذ جريمته بالمخالفه للقانون وبالتحايل على القانون وباستغلال كل صلاحياته الكبيره داخل الوزاره دون انه حتى يخاف او يشعر بالخوف. لكن في الاول وفي الاخر خلينا نثبت حاجه، طالما بنتكلم عن المتهم، ان النيابه العامه والمحكمه المصريه او محاكم المصريه وجهات الاختصاص هي صاحبه الحق الاصيل في اثبات الاتهام وفي الحكم على القضيه. احنا دورنا طبعًا الاساسي بنفصح عن المعلومات والبيانات الكامله. طبعا طبعا احنا مش بنقول اسمه حتى لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، احنا ماشيين قانون. بس الوسيط بقى طلع يعني الحلقه المفقوده دي. مفيش وسيط، الاثنين اتعرفوا على بعض وتمت العمليه. النقطه الثالثه والاخيره، هذا الرجل كان بياخذ او بيحصل على الرشوه بعملتين، بالعمله بالجنيه المصري وبيحصل على رشوه بالدولار. حصل تقريبا من احد رجال الاعمال يعني بياخد رشوه بالدولار وبياخد يعني رشوه بالمصري، بياخد رشوه بالمصري وبالدولار. عايز يحافظ على المكاسب بتاعته. هو دي الاشاره. لا ده البط والوز اللي بيقولوا عليه. البط والوز كان في مواقع تانية هحكيها لحضرتك لان دي برضو من الكوميديا. وانا والله العظيم هنفهم ايه قصه البط والوز ده. مش تهريج. لو عندنا كاتب لو سيناريست شاطر ممكن ياخد الورقه ده يكتب بيها قضيه. طبعا كان بيحصل بالرشوه بالمصري وبالدولار تقريبا 250 الف جنيه من احد المتهمين و5000 دولار، ومين متهم اخر حصل على 450 الف جنيه و7000 دولار. الفلوس دي كانت بتروح فين؟ وده بقى ذكاء او محاوله الفاسد ل او محاوله المنسوب اليه الاتهام ل الفلوس ما تبقاش موجوده سيوله في ايده. كان بيعمل الاتي، بيشتري عقارات، بيشتري وحدات في مولات تجاريه مختلفه، بيسيل الفلوس في شقق مختلفه في اماكن مختلفه وباسماء مختلفه سواء لافراد عيلته او لزوجتيه. وحتى هنا زوجتيه زوجتين كان متجوز اثنين. وحتى هنا بعد ايام من التحقيق صدر قرار من نيابه امن الدوله العليا وادار مكتب النائب العام باداره الاموال المتحفظ عليها، صدر قرار واضح بالاتي: بالتحفظ على ممتلكاته ومنعه من التصرف هو وزوجتيه. ليه؟ لانه اكتشفوا ان كل الفلوس المتحصله من الرشوه انفقت في عدد كبير من الحاجات. ايه قصه البط والوز؟ ايه قصه الفطير؟ الغريب انا مسكت الورقه الخاصه بالتفريغ المكالمات تقريبا 50 60 مكالمه هاتفيه من شهر من 5 من 7 5 حتى 4 12. من كل مكالمه والثانيه في مكالمه عن البط والوز وعن الفطير وعن المحشي وعن الحاجات دي. اكتشفنا انه هذا الرجل جنب كل الفلوس اللي بياخدها وكل الحاجات، الاثنين من رجال الاعمال كانوا بيلعبوه بقصه انه هو بيحب ياكل، بقى بياكل فطير كتير وبياكل جبنه قديمه كتير، فكانوا بيجيبوا له حاجات من الارياف لا علاقه بالبط والفطير والجبنه والحاجات دي. دي حقيقه كلمه غريبه جدا. فكان دايما القاسم المشترك بين كل المكالمات الهاتفيه البط والفطير والجبنه. وده كان امر غريب جدا. نقطه مهمه، ما هو ياكل بط وفطير وجبنه واحنا نسف تراب، واحنا نسف تراب للاسف. نقطه مهمه تم اثباتها في امر الاحاله الخاص بهذه القضيه. نقطه مهمه جدا، وهي انا بس سمعت كمان ان البط ده كان بيرمز للدولار والوز ده بيرمز للجنيه، صح يعني كده؟ كان في تحيلات جوه المكالمات الهاتفيه. لكن عشان نمسك المعلومه الحقيقيه ما اقدرش اسمها، وانا عارف ان حضرتك دايما بتحب تقول هو قيل انه يعني مثلا انت بتكلمه كود كده مثلا
هبعت لك خمس بطاط يعني مثلا $5,000 مثلا يعني. والله العظيم او هبعت لك 20,000 وزه. والله يا استاذ حسام هو الموضوع غريب لانه المضحكات المبكيات كيف يكون يعني. كيف يكون القاسم المشترك بين كل المكالمات الهاتفيه ابعت 10 بطاط على مدينه نصر وثمان وزات على كذا. طيب يبقى هي اكيد ابعت 10 فطاير هنا وخمس فطاير هنا. جهزت الجبنه والعسل ولا لسه؟ جهزت الطحينه ولا لسه؟ الفطير المره دي معمول افضل من اللي فات. احنا مش عايزين بط، احنا عايزين وز. انا هنستقبلها مره نستقبلها دي طبعا دي الموز عشان يكتشف هذا الامر سين، واعتقد انه ممكن يتكشف، لكن خلينا نقول ان ده ورد في اوراق التحقيقات ما نقدرش نحسم عليه. نقطه مهمه في هذه القضيه، القضايا المنوعيه دي بيبقى قائمه الاتهام فيها حاجتين، الرشوه واهدار المال العام. لكن هنا شفنا جهات التحقيق كتبت نقطة بغاية من التقدير والاحترام، انه ان المتهمين اخلى عمدا بتوزيع سلعة السكر وهي سلعة استراتيجية تترتب بقوت الشعب المصري. الجملة دي تحديدا نقلت القضية من انها قضية رشوة عادية لانها قضية بتضر بالامن القومي المصري وبتضر بالاقتصاد المصري وبتضر بسلعة استراتيجية زي سلعة السكر. ترتب على ذلك فيما بعد كأثر سلبي انه سعر السكر يوصل ل 60 جنيه في بعض الفترات وفي بعض المحافظات. والحقيقه النقطه دي هي نقطه قاسمه في القضيه، حولتها من قضيه رشوه عاديه الى قضيه راي عام كبيره ينتظر الشارع المصري ان ينظر. ملخص اللي بحكيه لحضرتك، هو هيتحكم في امن الدوله العليا صح؟ كانت بتحقق، هي كانت بتتولى نيابه امن الدوله العليا التحقيق فيها، ثم نقل التحقيق الى اداره اخرى لطبيعه الاتهام المنسوب اليها الخاص ب الخاص بالاضرار بالامن القومي المصري والاضرار بسلعه استراتيجيه تمثل قوت الشعب المصري. ملخص اللي بحكيه لحضرتك امرين اساسيين. الاول انه بعض الازمات التي تواجه الدوله المصريه والتي كنا ننظر اليها دون علم انه هناك في اداره خاطئه لهذا الملف، انه قد يكون السبب موظف واحد فقط تلاعب باختصاصاته الوظيفيه واستغلها بشكل غير مباشر ترتب عليه هذا الامر. زي مشهد السكر ومشهد الموظف. رقم اثنين انه في اجهزه رقابيه. سكر يا استاذ محمود ده سكر وبيض وصابون وشقق وبط ووز وفطير. يعني ده موضوع يعني مبهوأ كده زي ما بنقول بالبلد يعني. رقم اثنين وده الاهم انه نحن لدينا اجهزه رقابيه تعمل على مدار الساعه. أيوة. منتبهة جدا، صاحية جدا، عينها على كل من يحاول ان يتلاعب بمقدرات الشعب المصري. طبعا احنا طبعا بنشكر الاجهزة الرقابية واجهزة الامن على تدخلها، ولكن عندنا سؤال رئيسي، هو ايه اللي جاب الراجل ده المنصب ده؟ يعني هو ده السؤال الابرز والاهم اللي بندعو الجميع للاجابة عليه، ايه اللي جاب الراجل ده المنصب ده؟ استاذ محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع، بصراحة بشكرك شكرا جزيلا، تفاصيل مثيرة وعجيبة وغريبة، قصة البط والوز وفساد وزارة التموين. إلى قضية أخرى، قضية الحقيقة لا تقل خطورة، لكن المرة دي يعني بتزداد الأمور صعوبة وبتزداد كمان فجرا لو جاز التعبير، لأن احنا بقالنا كذا سنة بنشوف مواضيع البلوجرز والإنفلونسرز وصناع المحتوى وتورط بعضهم في قضايا نصب شهيرة وقضايا كبرى، وبقى كمان مش بس عندنا مستريحين في المجالات المختلفة في الزراعة وغيرها، لكن بقى كمان عندنا مستريحين الانترنت، وده مصطلح كمان دخل علينا في الحياة الرقمية الجديدة، والنصب الرقمي أصبح شيء أساسي. لكن الحقيقة دي مش أول قضية بنشهدها لواحدة من المؤثرين، والمرة دي اسمها سلمى الغزولي، بيسموها بلوجر، سموها صناعة محتوى، سموها زي ما تسموها. هي تم القبض عليها في كمين بمحافظة القاهرة بعد تلقي عشرات وعشرات من البلاغات اللي بتفيد بأن المدعوة البلوجر سلمى الغزولي وأخوها محمد قاموا بالاستيلاء على مليار جنيه. حضراتكم متخيلين؟ من 2000 ضحية، الضحية دول منهم تجار وثقوا فيها، بقى البنت بقى انفلونسر بقى وعندها فولورز بقى ومتابعين، فيلا نحط فلوسنا معاها،
وناس غلابة وبنات متأثرين بيها وبالمحتوى اللي بتقدمه فوثقوا فيها، كانوا فاكرينها طبعا ان هي يعني مصدر ثقة. وطبعا انا بقول احنا مغمين صورتها اهي وبنقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، لكن في وقائع صادمة، لانه في 2000 واحدة، يعني حضرتك 2000 واحدة اكيد ال 2000 دول مش يعني، انا برضو مش عايز اصدر احكام، بس اكيد في شيء في ال 2000 يعني نبني عليه القصة دي ونشوف، لانه مرة تانية بنحذر الناس كلها، مش اي واحد على السوشيال ميديا عنده الاف المتابعين او الاف الفولورز معناها ان هو شخص ناجح وجميل ولطيف، او المحتوى اللي بيقدمه هو معبر عن شخصيته. احنا السوشيال ميديا جعلت للانسان طبقات يعني وشخصيات، بيظهر بشخصية على الانستجرام وبشخصية على فيسبوك وبشخصية ثالثة في الواقع، واحنا بنقول القضايا دي عشان كده، انه مش اي حد عنده كام الف فولور يبقى ده مصدر ثقة، سواء في الحياة الاقتصادية، سواء في الصحافة، سواء كمصدر الأخبار. الموضة دي أصبح فيها عيوب قوية وقاتلة أحيانا، فانتبهوا جيدا. أنا معايا الأستاذة الدكتورة نهى الجندي، وهي محامية الضحايا، بالتأكيد هنتعرف منها على بعض التفاصيل. أهلا بحضرتك أستاذة نهى. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. يعني قضية غريبة جدا، أول حاجة توقف عندها مليار جنيه، ليه يعني إزاي ده مليار جنيه ده؟ بص يا فندم، هو لم يصدر إلى الآن من النيابة العامة بإجمالي المبلغ تقريبا، ولكن أنا جبت المعلومات الدقيقة دي من جروب اسمه كان بلاك ليست، لأنه في عدد كبير من الضحايا. يعني أنا حتى تواصلت مع أدمن الجروب هو اللي قال لي، طبعا أنا ما معيش كل الضحايا، أنا معايا جزء يعني قلة من الضحايا، ولكن بس انا شفت، انا اسف للمقاطعة، انا شفت برضو انه التحويلات اللي الناس عاملاها وانستا باي والحاجات دي، يعني ناس كتير بدأت تشيرها، فلا كانت بتتلقى مبالغ يعني. يا فندم، احنا الناس دي ليها حقوق يعني. الناس دي كلها فعلا ليها حقوق. هم انكروا ما انكروش، لا، كل الناس الضحايا دول لهم فلوس، الناس كلها همها احنا عايزين فلوسنا. يعني الفلوس دي راحت فين؟ في علامة مليون استفهام، في علامة تعجب طبعا. الفلوس دي راحت فين؟ انتوا انكرتوا. طب لما انتوا انكرتوا بتقولوا احنا ما عملناش دعوة بالموضوع، هل في اللهو الخفي اللي اخذ الفلوس ده راح فين؟ الملايين دي راحت فين؟ الناس دي معاها دلائل. قلتوا انكرتوا ان احنا ما تلقيناش اموال، لا، انتوا تلقيتوا عن طريق الحسابات البنكيه، فودافون كاش، انستا باي. والجديد بقى يا فندم، الضحايا الجديده لما بتظهر قالوا ان هم كانوا داخلين في موضوع الجمعيات. يعني موضوع الجمعيه، الجمعيه يعني مثلا حضرتك مثلا سي تكون عامل جمعيه بمليون جنيه، اديك شهري مبلغ كذا. وايه اللي بتدور الجمعيات دي؟ لا، ما هم تشكيل يا فندم، هي لم تقتصر على نفسها. احنا كل يوم يا فندم بيظهر لنا روايات شكل، حوارات شكل. انا في الاول كنت بقول هو الكلام متضارب، لا، الكلام نفسه مش متضارب، لان فعلا الحقيقة واحدة، ان الناس دي تلقت اموال، والناس دي معها اثباتات ودلائل ان هي منصوب عليهم. وفي عيني ناس، انا لو قريت لحضرتك القصص والناس اللي مكلماني بتقول قد ايه بيوتنا اتخربت، احنا بعنا اللي قدامنا واللي ورانا، احنا كنا ماشيين بطريقة حلال وطريقة ليجل عشان نكسب قرش. ده طبيعي يعني، كل واحد تاجر عايز يكسب بما يرضي الله، يعني بيدخل على بيته حاجة حلال، مش حاجة ليجل ولا حاجة. هي بقى استغلت الموقف ان هي كانت بتعلن عن طريق البلوجرز المشاهير، فالفولورز زي ما انت حضرتك قلت وافقوا، ومن هنا بدأت الحكاية ان هي بدأت تلم الفلوس واستلمت. وهي اصلا انفلونسر برضو؟ لا يا فندم، هي في الاساس اصلا مش انفلونسر، بس كل واحد بقى مجمع له شويه ناس فولورز حواليه يسمي نفسه بلوجر. هي مش بلوجر اصلا. هي عندها صفحه، فالصفحه دي عليها عدد متابعين، وهي استغلت البلوجرز والمشاهير اللي على الفيسبوك، فكانت بتخليهم يعملوا لهم ريفيو عن منتجاتها، لانها هي في الاساس اصلا سيلر، بتجيب المنتجات دي من الخارج وبتعرضها. تمام. فحضرتك عارف بقى كستات، احنا كستات بنهتم بموضوع الميك اب واللبس والحاجات دي، فكانت بتعرض مثلا حوار الجيفت كارد ده، تعرضه مثلا باسعار مخفضه، فمن هنا كانت الطعم بقى، انا هجيب لكم الجيفت كارد دي باسعار مخفضه. والجيفت كارد دي يا فندم، حضرتك عارف ان هي ممكن بيستخدموها على الموقع،
تمام، او يشتروا بها منتجات وهي حاجه ليجل. فتمام، من هنا بقى كانت النقطه. فالناس مش عايزه اقول لحضرتك طمعوا، لا طب يعني البنات يعني هي قالت لهم البنات هتكسب ازاي اللي خدت منهم الفلوس دي؟ بتديهم الجيفت كارز دي يعني يشتروا بيها فلوس من ايوه منتجات. انا هاخد الجيفت كارد دي واشتري بيها منتجات. وحضرتك عارف نفس السيلر دول بيبقى تحتهم سيلر اصغر منهم. بس انا شفت ناس محوله ب 200,000 و120,000 و60,000. ايوه يا فندم، ما هي دي الدلائل اللي تفيد، لان هم كانوا بينكروا بيقولوا احنا ما تلقيناش الاموال، ما تلقيتوش ايه؟ اذا كان في اثباتات، في تحويلات، في ريسيتس بالتحويلات البنكيه، يعني الانقاذ لا يفيد، يعني البينه على من ادعى وانا قدمت بينتي ان في فعلا ريسيت تفيد ان انا حولت المبالغ. انا قصدي ان انت انستا باي والحاجات دي، ما انت بتحول لاكونت او بتحول لرقم او محفظه، انت ممكن تتتبع بقى الاكونت ده او المحفظه دي. يا فندم حضرتك عارف ان خدمه الكاش في مصر ان انا مجرد لما اتوجه للشركه ايا كانت الشركه دي اسمها باخد ريسيت منها، اقول لهم يا جماعه انا عايزه بالتاريخ الفلاني بالرقم الفلاني، محتاج دليل او اثبات ان انا حولت الرقم ده. يبقى اذا الضحايا ليهم حقوق، الضحايا عايزه فلوسها. يعني الناس وصلت لمرحله قالوا احنا مش عايزين المنتجات، مش عايزين اي حاجه قد ما احنا فلوسنا تاني تترد لنا. معاكي كام ضحيه؟ ايه انا حاليا دلوقتي بس 13 وفي زياده، يعني عايز اقول لحضرتك حاجه في زياده، لدرجه انا عايز اقول لحضرتك حاجه، والله بيجيوا لي ضحايا يقولوا لي احنا مش معانا فلوس ندفع لك اتعابك، معناش فلوس من كتر ما بيوتهم اتخربت. في ناس حقيقي بيوتها اتخربوا، في ناس اتداينت، في ناس مش عارفين هيعملوا ايه مع السيلر اللي تحت ايديهم اللي هم اصلا كانوا معشمين ان في بضاعه جايه ان هم هيكسبوا منها. يعني الموضوع كله كان موضوع تجاره. بس حد يشتري بضاعه من حد من غير اوراق وبس كده بالتحويلات، يعني برضو موضوع غريب. يعني برضو الناس فين تفكيرها؟ الناس بتفكر ازاي؟ ما هي يا فندم احنا يعني خلال حضرتك والاعلام لازم نوعي الناس، مفروض منسق موضوع الثقه اللي على السوشيال ميديا ده مفروض. واي حد معاه 2000 3 معاه كام الف فولو يعني خلاص مش مصدر ثقه. ما اولا معظمهم بيبقوا يعني شخصيات، يعني ما بقولش معظمهم بعضهم. ايوه يا فندم عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا في المحاكم نفسها بيبقوا شخصين كاتبين لبعض ايصالات امانه وشيكات بنقعد كتير جدا في درجات التقاضي عبال ما يحصلوا على حقوقهم، اللي هم اصلا ماضيين اللي هم كاتبين لبعض ايصالات. ما بالك بقى مثلا على السوشيال ميديا، انا بعتبر عالم الفيسبوك ده عالم وهمي. طبعا عالم وهمي لان في بنات انا قريت حولوا لها كده ولا ورق ولا بتاع، انت عايزه كام هحول لك من انستا باي دلوقتي يلا. ما هي هم بقى شايفينها برضو عندها ناس ثقة وانفلونسرز تانيين وهي عندها متابعين وكده. كان في حسن نية يا فندم، الناس اللي حولت دي بتبقى في حسن نية، حولوا الفلوس على اساس ان هم يكسبوا في مثلا مكسب يدخل لهم، هم ما كانوش مخونينها تماما، هي خدعتهم بالفعل، هي خدعتهم. ككل قضايا النصب. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الدكتورة نهى الجندي، محامية طبعا قضية النصب الكبرى، يعني بلوجر تستولي على مليار جنيه من 2006 وتاجر، ده رقم ضخم يعني، وشيء يدعونا للتفكر بشكل كبير جدا في الظاهرة الجديدة دي والتعامل معاها. فيهم ناس محترمة جدا فوق دماغنا، لكن الشخصيات يا جماعة اللي انتوا بتشوفوها دي لا تدل على الشخصية الحقيقية للإنسان. حتى أنا على السوشيال ميديا مش شخصيتي الحقيقية، لازم تبقى فاهمين دي. احنا بالسوشيال ميديا الانسان بيحط احسن ما فيه واجمل ما فيه والعظمه والاحسان والخيريات، ويصورك وهو في المستشفى وهو مع اليتيم وهو اصلا قتل قتله. استاذ محمود بيقول لي خلاص، بس الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير قوي على مدار السنتين اللي فاتوا، القضايا بتكتر قوي في القصه دي يعني، وحرام يعني، وفي ناس رايحه معاش فلوس تدفع. معانا مداخلة تانية ولا فصل؟ ايوه. طب هو الدكتور اشرف معانا يقول لنا القصة دي. دكتور اشرف بيومي استشاري علم النفس وتعديل السلوك بجامعة القاهرة، برحب بيك يا فندم. نعم؟ عين شمس. بجامعة عين شمس، عفوا، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم ومشاهدينا. انا هسألك سؤال واضح ومحدد. اتفضل يا فندم. ليه الناس بتصل لهذه الدرجة من الثقة في شخصيات ما تعرفهاش الا من خلال السوشيال ميديا يعني؟ لانه ده واقع جديد في الحياه الانسانيه كلها مش بس عندنا.
تمام. ازاي نتعامل مع القصه دي؟ طيب خلينا نتفق الاول ان في حاجه اسمها في علم النفس سمات الشخصيه او نمط الشخصيه. هناك شخصيه بتفرق عن الشخصيه، اما شخصيه سويه او غير سويه. نمط الشخصيه او سمات الشخصيه دي بيبقى في عده امور هي اللي بتتعامل معاها في المجتمع. عده الامور دي بتؤثر تاثير اما ايجابي واما سلبي. التاثير السلبي هنا يا فندم ممكن تكون عامل بيولوجيه، يعني ممكن يكون النصب ده او الاحتيال او النمط الغير سوي ده عامل وراثي، وممكن تكون ثقافة مكتسبة، يعني هو اكتسب كده من حد، من زمايله، من جيرانه، من اهله، فبدأ ان هو ينصب هذا النصب، ولما ينجح فيه يكتر هذا النصب بنجاحه وليس باهدافه السوية، لان هو اصلا مفهوم. انا مش هممني انا مش هممني البنت، انا هممني اللي بيتابعوا البنت يعني فين بقى، يعني برضو سلوكهم ازاي تأثر للدرجات دي بشخصيات وهمية وبشخصيات في العالم الافتراضي هو ما قابلهاش حتى في الحياة. ايوه، ما هو علشان اصلا اللي بيعمل حاجة زي كده يا فندم هو شخصية مضطربة، هو شخصية اصلا في تواتر في شخصيته، فهو بيقدر يقنع اللي قدامه بهذا الاحتيال. طبعا الناس مش واخدة بالها، انت حضرتك لما تيجي تتكلم مثلا حضرتك بتكلمني اهو، وفي ناس حضرتك انت بتتعامل اولا بحسن النيه، صح كده؟ ايوه. انا واحد من الناس مثلا ممكن اتعامل مع نمط من انماط الشخصيه بحسن النيه، انا بقى مش عارف ايه ما وراء هذه الشخصيه من سلوكيات ومن افكار ومن اهداف، فبالتالي هو النمط السلوكي الغير سوي اللي عنده بيبدا يفرزه ليا عن طريق النصب. طيب هو بينصب ليه بقى؟ بينصب عشان عنده هو اضطراب اسمه الاضطراب المرض الافتعالي. المرض الافتعالي ده يا فندم احيانا بيكون عند افراد العيله بالكامل، واحيانا بيصيب الاطفال عند الصغر. طب المرض ده ان لم يتعالج، يعني ايه المرض الافتعالي؟ يعني بص، لو هو في الصغر بيعمل حيل دفاعيه علشان يقنع الاب والام ان هو في احتياج شديد اليهم. هذا النمط اللي لم يتعالج علاج طبي معرفي، النمط ده بيكثر لغايه ما بيوصل عند الكبر للاحتيال اللي حضرتك بتشوف عنده ده. مفهوم جدا. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا دكتور. دكتور اشرف بيومي، استشاري علم النفس وتعديل السلوك، بيشرح لنا شخصيه السايكوباث، ان دي سايكوباث، يعني بالتاكيد سايكوباث، يعني ربنا يسر على الضحايا دي ويقدروا يوصلوا لحاجه يعني. نروح لفاصل، وبعد الفاصل زيارة أخرى لمعرض الكتاب بعد انتهائه، لكن هيكون معنا المرة دي الشاعر الكبير أستاذ جمال القصاص اللي حصد جائزة شعر الفصحى، والشاعر الكبير أيضا عبد المصري اللي حصد جائزة أفضل ديوان بالعامية. بنبارك لهم فوزهم بجائزة معرض الكتاب في الشعر بالعامية والشعر بالفصحى. هيكونوا معنا أمسية شعرية جميلة، نتعرف على أعمالهم ونستمتع كمان ببعض الأشعار العامية والفصيحة بعد الفاصل. المركز الحقيقة يعني بيرتب ان هو يجهز هذه المستخلصات اللي دارت في هذه ورشة العمل والورش المستقبلية اللي هتكون منعقدة خلال الفترة القادمة ان شاء الله، ونقوم برفعها الى الأمانة الفنية للحوار الوطني كي تكون مرجعية يمكن الاستفادة منها، خاصة وهي تستند بالفعل على خبرات حقيقية. الحديث شفاف، الحديث توجه ناحية التحديات بشكل واضح، بننشد الأفضل لمشروع الدولة المصرية، مشروعنا كلنا، مشروع الدولة الوطنية اللي بدأ بثورة 30 يونيو 2013، ودشن نفسه في العام 2014، وعندنا أمل بإذن الله إن احنا في ظل هذه التحديات الكبيرة إن احنا نشهد انطلاقة ثانية ومزيد من تحقيق آمال هذا المشروع الوطني الكبير. الحقيقة ورشة العمل النهاردة مهمة جدا جدا، وزي ما قلت في بداية كلمتي أنا سعيد جدا بالعنوان بتاع الورشة. احنا ناقشنا النهاردة أمور كتيرة جدا تتخصص بالأوضاع الاقتصادية، الوضع في نقص العملة الصعبة في الأسواق مما أثر على احتياجات المصانع
وده أثر بالتأكيد على الأسعار وعلى حركة التصدير. تأكدنا وضعنا حلول ومن ضمنها مثلا الاهتمام بالتصدير في أزمة الكوفيد وكان العالم كله تقريبا متوقف، مصر كانت بتصدر وكانت بتصدر وحققنا نمو ومعدل نمو عالي جدا، ومعدل صادرات في 19 و20 و21 كان جيد جدا. فالتصدير هو طوق النجاة العملي والمنطقي لينا كلنا. احنا عندنا تحديات كبيرة، عندنا فرص كبيرة ايضا. الفرصة او التحدي الاساسي هو ان شاء الله يا رب في القريب العاجل، شايفين الخطوات اللي تمت هتعمل وفر كبير في عملية النقد الاجنبي اللي هو بيسهل ان المصانع ترجع تاني انها تشتغل بكل طاقتها، فرص ان احنا نقدر نصدر، فرص لجذب استثمارات جديدة، لانه دايما اي مستثمر او اي مصنع بيكبر او بيشكل بيبص دايما عملية النقد الاجنبي عاملة ازاي والقرارات واللوائح المنظمة لهذا الشأن. فبإذن الله هي في القريب العاجل كلنا يعني متفائلين بها ان شاء الله، تدفق استثمارات اكتر، الصناعة ترجع تشتغل اكتر. لازم تتكاتف الجهود ما بين الدولة ما بين الاجهزة التنفيذية ما بين القطاع الخاص عشان نفكر كلنا مع بعض في المشاكل ونشوف ايه الحلول اللي نقدر نتحرك فيها بسرعة، حلول تنفيذية تساعدنا كلنا ان احنا نطلع من هذا الوضع الضاغط. والحلول قادمة لا محالة، وقادمة وبوقت سريع جدا. انا متفائل جدا وعندي ثقة كاملة على قدرة الاقتصاد على التعافي والتعافي السريع، لكن هي الندوات وورش العمل اللي بنفكر فيها مع بعض ونحط بشكل واضح وبشفافية المشاكل وحلولها هي ايه، هي اللي هتساعدنا كلنا ان احنا باسرع وقت ان شاء الله نرجع للمسار السريع. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة دايما معرض القاهرة الدولي للكتاب فرصة عظيمة، مش بس ان احنا نستطيع ان احنا نشتري كتب ونطلع على اخر الاصدارات ونشوف كمان العالم بيقدم ايه، لكن هي فرصة كمان بلقاء اهم مبدعينا الحقيقة، ونتعرف كمان على الجديد عندهم، خاصة لما يكون مبدعين قامات كبيرة وجليلة واخذت على عاتقها تطوير الشعر المصري وامتداد لمدارس عظيمة في الشعر المصري، وبيكلل هذا المجهود الحقيقة لأن الضيفين اللي معايا النهاردة يعني تاريخهم طويل جدا في كتابة الشعر الفصيح وكتابة الشعر العامي والتطوير أيضا فيه. والحقيقة كانت فرصة جميلة جدا أنه معرض القاهرة الدولي للكتاب يقوم بتكريمهم بعد حصولهم على الجائزة الأولى فيما يتعلق بجائزة الشعر العامي وجائزة الشعر الفصيح. فأنا ببعدكم بأمسية جميلة وفقرة ممتعة هنتجول فيها في أعماق الكلمات مع اثنين من ساحري الكلام. هما أولا برحب مع حضراتكم بالشاعر الكبير الأستاذ جمال القصاص اللي حصد جائزة الشعر الفصحى. برحب بحضرتك يا فندم عن ديوان كانت هنا موسيقى. برحب بحضرتك، كل سنه وانت طيب، نورتنا. اهلا بك، سعداء جدا بوجودنا مع حضرتك. وايضا الشاعر الكبير استاذنا عبده المصري اللي حصد جائزه افضل ديوان بالعاميه، برضو بنرحب بحضرتك يا فندم، نورتنا. اهلا حضرتك، اهلا بيك. اهلا، سعيد جدا بالحضور وان انا اتشرف بالحديث على قناه المحور. الشرف لينا احنا يا فندم، والف مبروك الجوائز. الله يبارك فيك. طبعا انتم مكرمين بجوائز في قلوب المصريين طبعا باعمالكم الادبيه الكبيره. لو بدات مع حضرتك يا استاذ جمال والشعر الفصيح وكانت هنا موسيقى، يمكن في شعر الفصحى شويه كانت دايما بيثار جدل كبير حول فكره التجديد ولا العوده للتراث، الالتزام بالقوالب النمطيه ولا نروح لصيغ جديدة وأعمال جديدة وسحر بيان مختلف.
حضرتك قدمت برضو هذا الديوان الجميل بشكل ممتع في القراءة، تحس ان انت نثر جميل ولكن طول الوقت هو موسيقى في الأذن ايضا. بالتأكيد، يعني هو كانت هنا موسيقى، هو فيه نبرة رثاء، نبرة رثاء لقيمة الجمال. الموسيقى هي يعني هي ذروة الجمال. طب يعني الموسيقى ليست الموسيقى الحية، موسيقى الآلات، لكن في حدوثات للموسيقى في الطبيعة. ممكن الشجرة، حفيف الشجرة طبعا. شكل من أشكال الموسيقى. الرياح حينما تتهادى، المطر حينما ينزل برذاذ خفيف، شكل من أشكال الموسيقى. يعني كانت هنا موسيقى أساسا يعني تتجاوز الموسيقى المحضة أو النظرة التقليدية للموسيقى التقليدية، وإنما أساسا فيها حس كوني، فمعزوفة الموسيقى كمعزوفة موسيقية وتتضافر فيها عناصر الطبيعة والطاقة البشرية أساسا، وتتضافر فيها أساسا فكرة الطفولة. يعني في هذا الديوان في الطفولة، أساسا هي يعني اللي بتتكون فيها ما يسمى بالأذن الفطرية اللي بتسمع الموسيقى. الأذن بتسمع تطرب بيها، الأذن الموسيقية، الأذن الفطرية اللي بتتحرك مع الموسيقى جسدا وروحا. يعني المنشد في يعني واحنا عشنا كل هذه المسألة في طفولتنا في الموالد أساسا، البعد ينشد والناس تتحلق حوله وهو فوق منصة، هو بيحرك الناس تتمايل، كان لسه امبارح بيحرك بيحركها جسدا وروحا. وده يعني دي ذروه يعني تدفق الموسيقى، ذروه تدفق الموسيقى، ان انت الموسيقى تحركك. يعني طب ليه كانت هنا موسيقى؟ ليه كانت؟ وهو ما انا يعني لماذا ترفيه؟ كانت هنا كانت اساسا فعل مفتوح على الماضي وايضا والحاضر في اللحظه نفسها. كانت هنا انا فعل التذكر، هنا ان انا اتذكر ان كانت هنا موسيقى، فبالتالي انا استطيع ان انا فعلا اشوف هذه الموسيقى. يعني لانه اما ما فيش في تذكر للماضي، وهذا التذكر هو نافذه للاطلاله من خلاله على المستقبل، على الحياة في واقعها الراهن وفي مجرياتها الراهنة. فكانت هنا موسيقى يعني الماضي هنا فعلا منفتح على المستقبل، على الحياة. على جميل جدا. طيب برضو أستاذنا عبدو المصري، الناس بتشوف أنه أصبح عندنا مشكلة شوية في الشارع، يعني الفطاحل والأسماء الكبيرة قلة هم من استمروا في التجديد في الشعر العامي. حضرتك خدتوا الأفاق تانية وكمان ذهبت للنثرية العامية لو جاز التعبير. أولا ببارك لك، وكلمنا شوية عن ديوان حضرتك. ليه اخترت كمان أولا كمان الحياة ما كانتش أحلى، فعايزين نحط تحتها خط. وانا بسطت قوي وانا بقرا ونسام بنور العمدان الخايفة دخلت قلبي على طول، فده بس ملحوظة جانبية. الله يكرمك. هو في الحقيقة انا شايف انه الشعر العامية تحديدا عنده أزمة يمكن اكبر من شعر الفصحى، لانه مع انتشار وسائل ووسائط الاجتماعية فيسبوك وبتاع، تحول الشاعر الى زي منشد او ممثل في مسرح مدرسي يقول كل شيء الا انه يكتب قصيده، وبيتكئ على بعض الاطالات او التقصير في بعض الجمل والمقاطع وبيؤديها بمشهد تمثيلي، ويتصور السامع انه ما يسمعه هو شعر. ودي أزمة ناجمة عن أنه التراث الشعر العامية المصري
منذ ابن قزنان وابن عروس وصولا الى الاباء المؤسسين الكبار، عمنا فؤاد حداد، استاذنا صلاح جاهين، الابنودي، سيد حجاب، فؤاد قعود. هذه الاسماء الكبرى المؤسسة كانت تمتلك موهبة عظيمة في التعبير عن مشاعر المصريين وأشواقهم بلغة بسيطة، حتى آخرهم الراحل العظيم مجدي نجيب اللي توفى بالأمس يعني، وده كان كبار أحد الذين جددوا في القصيدة العامية ونقلوها من قصيدة التفعيلة إلى براح النسر دون الخروج عن هذا الزخم الإيقاعي الموروث لقصيدة العامية. الأزمة الحقيقية أنه هناك كتابة مجانية في العامية، نتيجة ايه؟ العامية سهلة، حرف الروي ممكن يتكرر فتفضل تقول تكرر هذا المقطع الصوتي في نهاية كل بيت شعري وتتصور ان هذا شعر دون ان تكون هناك رؤية كما كان الاباء المؤسسين بيعلمونا، ودون ان يكون هناك علاقات جمالية ناشئة عن هذا الموروث. كمان القصيدة العامية المصرية هي قصيدة مقاومة، لأن طول الوقت كانت مرتبطة بصورة أو بأخرى بالنضال الوطني. في الديوان الأخير والديوان اللي قبله أنا كنت بسعى إلى استعادة حالة من حالات النوستالجي اللي هو بيتكلم عليها، مش كانت هنا فقط موسيقى، لأن الحياة صحيح ما كانتش أحلى، لكن كنا قادرين على أن نتعايش ونكتب ونستمتع بالغناء ونستمتع بالشعر في منابعه الصافية يعني. ده كله تغير، بدأت انت تحاول انك تلتقط هذه الذرات الإنسانية من تاريخك الشخصي ومن رؤيتك لعالم اندثر وعالم قادم. وهي في الحقيقة انا بعتبر هذه الجائزة يعني اللي انا فزت بيها مش تكريم لعبد المصري، لكنها تكريم لجيل الثمانينات كله، هذا الجيل الذي انسحق بين جيلين، بين جيل السبعينات العظيم الذي صنع ثورة في الكتابة سواء في العامية أو في الفصحى، وجيل التسعينات الذي ذهب بالقصيدة إلى قضايا إلى شبه طلاسم وألغاز لا يفقه عنها أحد شيء ولا حتى كاتبها. وفكرة الغموض الملغز الغير اللي هو مش مقصود، احيانا تكون قصيده محتاجه نوع من انواع الغموض الشفيف يعني اللي بيحتاجه الشاعر علشان يحتاجه المتلقى عشان كل واحد يعيش حكايته الخاصه. لكن انت النهارده بين قصيده سهله ولا تعطيك شيئا لجيل لكتاب كثر في العاميه تحديدا، وقصيده ملغزه بتدخل في دهاليز لا تعبر لا عن أشواق المصريين ولا عن أحلامهم ولا عن حتى قدرتهم على، احنا شعب مغني، احنا حتى الكلام العادي، حتى بياع الخضار بيغني، حتى الست لما بتسأل على جارتها الصبح بتقول كلام يحمل شحنة إيقاع هائلة، حتى في الحوار العادي بين الناس وبعضهم في الأتوبيس أو في السلم، إزاي بقى تخلق من ده حالة إيقاعية تصعد بك إلى الشعر ولا تنزل بك إلى مستوى الكلام العادي؟ أعتقد إن دي مهمة الشعر سواء في جيل الآباء المؤسسين أو في جيلنا اللي بيكتب، واللي فيه عديد جدا من الشعراء المهمين تمام اللي يقدروا يضيفوا للقصيدة العامية الكثير. جميل جدا. على ذكر دهاليز الكلمات والقصايد يمكن برضو حبيت قوي تحفر ملجأ سريا لها في النص، تعبير جديد كده وجميل ولغة الحقيقة فيها كمان ابتكارات، حضرتك جبت ابتكارات جديدة وتشبيهات جديدة الحقيقة ممتعة، فاسمح لنا نروح دقيقة فاصل سريع ونرجع لو نبدأ برضو نقرأ من الديوانين ونمتع الناس كده شوية بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. معانا في الفقره دي شعراء بدرجه فلاسفه، واستاذنا جمال ايضا دارس كبير للفلسفه، وده باين واضح في ديوانك الحقيقه، لانه ما وراء الكلمات معاني كبيره وجميله. انا عجبتني حاجات، بس حضرتك هتختار لنا ايه؟ انت نويت على تعفر مرجان لها في النص. وحضرتك اشرت كمان لساعة البريد فيها قيمة كمان الغياب، فكرة توثيق المحبة وتوثيق المحبة يعني عبر الرسائل لمجموعة من الأصدقاء والصديقات قريبين لك لروحك أساسا. أيوة. مؤثرين في حياتك أساسا. نبدأ بيه، إيه رأيك حضرتك؟ أول اللي تحبه. هقرا بس المقطع من جميل تعفر ملجا سريا لها في النصر. تحفر ملجا سريا لها في النصر. في النصر. من التي تحفر؟ من هذه التي تحفر؟ الحياه. الحياه. الان وانت تحادثني افك هذا الرمز. الحياه التي تحفر ملجا سريا في النصر. كانت تتخفى. تتخفى من كوارثها ومن مآسيها ومن شرورها، تتخفى وتصبح القصيدة هي ملاذها الوحيد ربما الأخير. جميل جدا. سأقرأ. لم يعد بوسعي أن أطرق الباب مرتين، يدي ابيض عشبها ودمي لم يعد حبرا تستفتيه المرايا. ماذا فعلوا بعصافيرك الناعمة البيضاء بالريح وهي تنعس تحت ثوبك تطمئن على الشمس؟ هل شربت الحليب؟ أدت واجبها المنزلية؟ ارتجفت وهي تودعك مثل الأنهار؟ كنا نرسمها نفرح بشعرها المنكوش في الكراس بأناملها وهي تنقل بطن صحابة تعبت الغابة من نزقها. كل ما أذكره كانت هنا موسيقى. كنا نضحك على لحظة لم نعشها نتخيلها أرجوحة رنانة وفي الحلم نهددها نعدد الخط المائل فوق السرة. ربما يكتشف النبع عذريته يصحو مبكرا يوزع البريد على الأغصان والأشجار والطيور. كانت هنا موسيقى. كنت أعرف كيف أغسلها أخبئها في جسدك أنقيها من صرصرة الشظايا وأهتف كوني بهجة للكائنات. خطى الثلج غليظة الصباح فقد بصمته صار غريبا على العائلة. دم في أصابع البيانو وفوق الجسر عبثا تسألينني عن حقيقة اسمها الإنسان اسمها الإيمان أو الكفر. عن معنى أن تكون ثوريا بالوراثة بالفوضى بالجنون أو محض جرادة عرجاء. كل يوم تحفر ملجأ سريا لها في النص. الله جميل جميل. دعم دعم دعم. الله 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 الله. حضرتك قلت لي يا استاذ عبده ان انت هتختار قصيده تعبر عنك افضل ما انت بتتكلم. ايوه قول لي القصه. هي القصه. انا كان في احد
المجلات يعني بتطلب مني سي في عني كشاعر لاني كنت مرشح في حكايه كده، فكتبت له فما ردتش عليهم بالكتابه، ردت عليهم بقصيده. رديت عليهم بقصيده وقلت لهم اسمي عبد المصري، كاتب اشعار ومحامي وشيخ متزوج واعول، بحلم احيانا بحاجات اكبر من عمري واطول من مده ايدي لفوق، عادي زي جميع اللي قعدت معاهم على قهوة وركبت معاهم قطر في آخر الليل، وقديم زي البنطلونات الشارلستون والجزم السودة اللميعة برباط وبدون والقمصان المفتوحة الصدر في برد يناير، شعري كان أقرط واسود منكوش وكنت بحب الليل واستنى الحلم يعدي ورا الحلم واغني معاه واستنى الحلم يطول واسكر وياه للصبح، مشيت وجريت ووقعت وقمت نسيت ادمي اللي اتقطعت وايديا اللي اتبطرت ولساني اللي قطعته بايدي وقلبي اللي اتفرق بين الناس الشين والزين، وكتبت عن الحاره والبيت والناس الشقيانة والناس الدون، أخطاء كتير ما تعدش، عايش وسط الناس والوحدي، عايش وسط الناس والوحدي مهموم بحاجات ما عادتش جديدة وشوش لصحاب بقية وصحاب رحلت، وكتبت عشانهم ألف قصيدة وماتت وقصيدة وحيدة جديدة. اسمي عبد المصري، سكنت بلاد بيزورها الخوف وبيسكن شوارعها الموت، وهجرت ولسه ما رجعتش من الهجرة، كل ما برتاح بصحى على هجرة جديدة، فاشل في الحب وفاشل ابن وأخ وأب وما عدليش صاحب غير البحر وشوية حكايات ما عدتش تهم، لا اللي قريته ولا اللي كتبته ولا نسيته، حتى الأشعار ما بقتش أوزنها وبسيبها تروح ويا الموج اللي بيلمس رمل الشط، ماشي وشابك ايدي في ايد خيالاتي، ماشي وشابك ايدي في ايد خيالاتي، نتكلم مع بعض ونعزم بعض على واحد سكر مظبوط في قهوة بعيدة واكتب سي في عن وضعي الحالي وارميه في البحر. جميل. الله جميل. الله الله. ده من ديوان على هامش، ده على هامش البهجة، الديوان اللي قبل الديوان ده. لكن الديوان الجديد ده عندي فيه قصيدة لو سمح الوقت هقولها. طيب ممكن يعني احنا معانا وقت دي. طيب طب ممكن الديوان الجديد لحضرتك عشان برضو اللي حابب هتلاقيه فين؟ ديوان الاستاذ عبد المصري، الهيئه العامه للكتاب. الحقيقه ما كانتش احلى. الهيئه العامه للكتاب، للكتاب. طبعا ديوان للشعر العامي، انا بقول لكم اقروا لانه انا لقيت نفسي في الديوان ده، في كمان قصيده وانسان بنور العمدان، بنور العمدان الخايفه، يعني مست قلبي بشكل خاص. يا ريت كان معانا وقت ازيد. كنا لا هو انا عاوز بس لو كان في متاح كلمه في دقيقه. انا عايز احب اشكر مؤسسه الثقافه المصريه اللي استطاعت عن طريق تشكيل لجان تحكيم موضوعيه ومحايده تماما، فاستطاعت انها الى حد كبير ان تصل الى الكتابه الحقيقيه المعبره عن الثقافه المصريه الحقيقيه، مش الثقافه اللي بتقدم. وكنا في فرح حقيقي لمده ال 10 12 يوم بتوع المعرض حقيقي. يعني انا فرحان ان استاذ جمال استاذنا بيحصل على الجائزه طبعا، لانه تكريم لجيل كامل من كتاب القصيده الحقيقيه في مصر، يعني امانه طبعا. يعني تمام. واعتقد ده فوز مستحق. واستاذ جمال تاريخ طويل، قدم اعمال جميله، الاسكندريه، نساء الشرفات، السحابه في المرآه، بالكاد يعبر الشارع، جدار ازرق، مش عايز انسى اكتر من كده.
شاعر بدرجة فيلسوف. ربنا يخليك. هو الفلسفة مهمة جدا يعني، حتى يعني الفلسفة بدأت شعرا يعني، الفلاسفة اليونانيين الأول كانوا شعراء. أيوة. وفسروا إيه؟ فسروا الكون أساسا يعني يعني بالعصر الأربعة، الماء والتراب والنار والهواء. طب بجي واحد تاني فسر الكون أساسا بمبدأ اللذة أساسا، أبي قور يعني. ففي يعني الفلسفة بدأت شعرا، وكل النظريات النقدية إذا لم تمتح وتأخذ من الفلسفة هتظل النظريات هشة طبعا يعني. أنا بحيي حضرتك وبشكرك وببارك لك، وممكن الديوان هيكون موجود ديوان الأستاذ جمال قصاص كانت هنا موسيقى موجود فين؟ عند دار بدائل. دار بدائل تستطيع الحصول عليه. ديوان أنا شخصيا استمتعت رغم إني لم أكمله، بس استمتعت بقراءات كتيرة فيه. أنا بشكر حضراتكم، نورتونا، وإن شاء الله هيكون لينا مزيد بالأمسيات الشعرية. نورتونا الشاعر الكبير الأستاذ جمال قصاص، نورتنا، هو الفائز في معرض القراءة الدولي والكتاب عن ديوان كانت هنا موسيقى. وايضا بشكر شاعرنا الكبير الاستاذ عبده المصري، وديوان جميل للغايه اسمه الحياه ما كانتش احلى. بشكر حضراتكم نورتونا. قامات كبيره، شكرا لك. قامات كبيره وعزيزه على قلوبنا وقلوب المصريين. شكرا. ختام حلقتنا، نشوفكم بكره على الف خير وصحه وسعاده. We'll be right back.